ويظل عصيا على الموت وأكبر من أن يتسع له الغياب، ويظل صوته هو الأعلى وتظل قضيته هي الأسمى، يمر بها الزمن فيعطيها شمسه ويأخذ ليله أولئك الذين في الليل يسكنون ويحاولون مد عتمته على عشاق النور والخير والتقدم والحضارة والغد الأفضل والتضحية والعزة والإباء والشموخ والصمود والحب بلا حدود. ليس من الماضي ولن يكون، فها هم تلامذته والأبناء قادة ومجاهدين، أهل أرض وأهل علم، يتزايدون عددا وقدرات مع كل فجر، ويستولدون بصمودهم فجر التاريخ، وينتظرونه أو جده لكثافة ما يرمز إليه السيد موسى الصدر كإمام قائد، ولخطورة ما يرمز إليه تغييبه كشهيد حي معلق على صليب الجريمة الكاملة التي تمت في حضور العالم كله. فقد عرف ورأى وسمع ثم امتنع عن المحاسبة والإدانة، لأن مصالح الدول أغلى من الدماء مهما على مقام أصحابها، ولأن الدول لا تأبه ولا تكترث لأحزان الشعوب واضطراب أحوالها بتغييب رواد الوحدة والإصلاح وحملة مشاعل الغد الأفضل. أعوام 30 مضت ونحن مجدداً إزاء جدلية الحضور والغياب. 30 عاماً من الغياب عن الزمان والمكان، أم 30 عاماً من التفاعل والتأثير والإلهام والحضور في كل الزمان وفي كل المكان؟ الحق أنه لم يغب يوماً حتى نستحضره اليوم، والحق أننا لم ننسى مشهد شروق الشمس، ولم ننس قامته التي تشبه المآذن، ولا زرقة عينيه زرقة بحر سور. بعد 30 صيفاً ما زال عصياً على الموت وأكبر من أن يتسع له الغياب، بل إن حضوره بات شفافاً ومضيئاً كصفحة من مصحف عتيق يطفي عليها التداول اليومي قبساً من نور النص المقدس. لا يزال السيد قائداً في لبنان وإماماً ملهماً عابراً للطوائف بين عامة المسلمين، وفكراً مشعاً تستنير به النخب فتقتحم باسمه ذلك الركام من التهافت المترسب من عصور الفتنة. لقد خافه في الماضي وما زال يخافه اليوم كل الذين يعتبرون السلطة تسلطاً، وكل الذين يكرهون الشعب ويحتقرون العامة ويكرسون العصبيات مذهبية وعائلية وطائفية ومناطقية وجهوية، حتى لا يكون وطن، حتى لا يكون وطن ولا تكون دولة. صرت عيدنا السنوي يا سيد، وأنت قبله وبعده في يومنا وفي غدنا، ولن تغيب مهما استولد أهل الظلام من أنواع العتمة كي يطمسوا طيفك الذي كما الشمس يطل يومياً مع الفجر.